السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي كيمياء للصف الأول متوسط. عندي حل مراجعة الدرس الثالث صفحة 21. الفكرة الرئيسية: أولا، كيف يتم تصنيف المواد على أساس وجودها؟ هذه المواد الطبيعية والمواد الصناعية. المواد الصناعية مادة صناعية مشتقة من مواد طبيعية، مادة صناعية غير متوفرة في الطبيعة. اثنين، اذكر مثالا على مادة طبيعية ومادة صناعية. مادة طبيعية البترول والهواء والماء، مادة صناعية غير متوفرة في الطبيعة مثل البلاستيك والمعقمات والمطهرات. المفردات، ماذا نقصد بالبتروكيماويات؟ هي المواد التي تصنع من النفط بالأساس، ويمكن أن تصنع من الفحم والغاز الطبيعي، وهي من أهم المواد التي تستخدم في صناعة المطهرات. أربعة، ما دور المواد الكيميائية في حمايتنا من مخاطر الجراثيم والفيروسات؟ ذات تأثير قوي لقتل الفيروسات الضارة. خمسة، بين الفرق بين المطهرات والمعقمات. المطهرات هي مواد كيميائية ذات تأثير قوي تستعمل لقتل الفيروسات الضارة على السطوح المختلفة مثل المنضدة والنوافذ ومقابض الأبواب والحمامات. أما المعقمات هي مواد كيميائية تستعمل لغرض قتل الفيروسات الضارة المسببة للأمراض التي تنتشر على جلد الإنسان مثل مطهرات اليدين وغسول الفم. زين، تفكير الناقد: أولا، كيف تفسر أهمية قطبية جزيء الماء كمذيب عام؟ اذكر بعض الخصائص الفريدة لجزيء الماء. يوجد في حالة صلبة وسائلة وغازية. يعد النفط الخام من مصادر الطاقة الغير المتجددة لا تعوض وليست الطاقة الغير المتجددة لا تعوض وليست طبيعية، تكونت من المركبات الكيميائية المختلفة بفعل تحلل الكائنات الحية في باطن الأرض بفعل الحرارة والضغط الشديدين منذ آلاف السنين.